هو بالسهل كده يالا تبقى مجرم وما تصيد؟ امال يا اخويا جبت الجرأة دي كلها منين؟ ده الاول ما شفت العيال التيران دول داخلين عليك ورافعين عليك المسدسات، ربك والحق قلبي وقع في رجلي وقريت عليك الفاتحه. ايه انت ما خفتش يا جدع؟ لا انا ما خفتش وبس، ده انا كنت مرعوب يا بونبوني. انت مرعوب؟ امال يا اخويا ما كانش باين عليك ليه؟ ما هي دي بقى يا بونبوني اول شروط الاجرام، انك تبقى من جوه مرعوب وعصفور مكسور الجناح، لكن اللي باين للناس انك صقر ومستني تهجم على فريستك في اي وقت ومش خايف من الموت. هتلاقي اللي قدامك اتشل تفكيره. هلا ده اذا كان اللي قدامه مش خايف من الموت يبقى اكيد مفيش فايده في تخويفه. ساعتها بس يا بونبوني تعرف انك كسبت. يا ابن اللذينة، يعني انت كنت عارف ان انت هتخرج من العمليه دي ساق سليم؟ كنت مصدق نفسي يا بونبوني وطاير في السماء. ميشو يا اخي نفسي ابقى زيك كده وطير في السماء ورفرف كمان. احنا لما تصدق ان عندك جناحين هتقدر تطير. لسه هصدق تاني يا ميشو؟ لا لا بقى رد مين ده؟ الو ايوه مين؟ يا سردينه الليله دي؟ طب خليك معايا ده الواد سردينه بتاع العزبه، المعلم الششتاوي هجوز بنته النهارده الصبي من صبيانه، وادى الواد بومبا وباعه بعد ما لهف منه 10 بواكي والشبكه، وعايزك يا ميشو تجيب له حقه. يا سردينه ميشو هياخد 5 اساتك. استنانا في الميدان واحنا هنجيله. زي ما سمعت بقى، يلا ما تلبلبش. يلا بينا. بقول لك ايه، استنى صحيح. انت هتروح له بجد ولا علاقه؟ ومش سردينه ليه حق، يبقى لازم يرجع. يلا ما تستنى يا ميشو، انت على طول طياره كده متصربع. ايه بقول لك ايه، انت هتعمل ايه مع البنت بتاعت البلياردو؟ يبقى ما شالتش عيله من عليك. ولا حاجه، زيها زي غيرها. افهم بقى يالا، احنا اتخلقنا عشان نتحب مش نحب. وقد لاحظ لومبروزو بعد تشريح جثث عدد كبير من المجرمين الذي تتصف جرائمهم بالعنف والقسوة، وبعد فحصها تبين وجود عيوب في تكوينهم الجسماني وشذوذ في الجمجمة، بالإضافة إلى العصبية الزائدة عن الحد. يا خبر أبيض، دي نفس الصفات بتاعت بابا. طب إيه كمان؟ ومن أبرز الحالات التي درسها حالة لص وقاطع طريق، قتل أكثر من 20 شخصا، وقتل أولاد، قتل أولاده وقطعهم إربا. إيه ده؟ لا، أنا عمري ما بابا يعمل معايا كده. إيه ده، ممكن يقتلني؟ يقطعني إربا؟ لا. طب إيه صفاته يا أستاذ المبروزة عشان أتأكد؟ عدم انتظام وتشابه نصفي الوجه، غزارة في شعر الجسم، واستعمال اليد اليسرى، وضخامة الكفين. أنا لازم أتأكد بنفسي. قطعهم إربا إربا. ده الغلب ده يا ربي. غير في الهواء يسعد. يا البصيصي كده ليه؟ عدم انتظام وتشابه نصفي الوجه. في حاجة يا أنا؟ لا بابا، اصل حضرتك وحشني اوي. وحش لما يلهفك. تعال يا اخويا اتسمم معايا بدل ما انت واقف باصصني في اللقمه. حاضر بابا. قعدت بعيد ليه؟ تعال هنا. حاضر بابا. يا ابني هنا. حاضر بابا. هنا ايوه. هو بابا اقعد على حجرك يعني بابا ولا ايه؟ ليه هرضعك ان شاء الله؟ انا اسف. امسك. غزارة في شعر الجسم، واستعمال اليد اليسرى، وضخامة الكفين. ما تاخد حيلة يا نيلة. حاضر بابا حبيبي، حاضر. على فكرة بابا أنا بحبك أوي. يا سلام، من إمتى يا أخويا إن شاء الله؟ من حبة، قصدي من النهاردة بابا، من زمان أوي بابا. بابا أنا عايز حضرتك يعني تعتبرني فاطين سعدك الأيمن. بعد اذنك. ايه ده؟
الواد ده اتجنن. اه اكيد اتجنن. ومين فاطين ساعدك الايمن ده؟ برضه مش فاهم يا استاذ انس. اللي عايز اوصله لك يا ستيشن ان البني ادم مننا ما هو الا مجموعه صور جوه البوم. الصور دي هي مراحل حياته، والالبوم ده هو ذاكرته. في بني ادمين الالبوم ده بالنسبه لهم بيبقى مصدر فخر، لانه بيفكرهم بتاريخهم الناصع الجميل. وفي بني ادمين الالبوم ده بالنسبه لهم بيبقى نقمه، بيبقوا عايزين يحرقوه يدمروه، لانه بيفكرهم بتاريخهم المزري القبيح. فهمت؟ يعني انت حضرتك عايزنا اشتري البوم وحط فيه الصور؟ اشتري ايه؟ ما تركز معايا شويه. السلام عليكم يا عم انس. ازيك يا عم ستيشن؟ الله يخليك. ايه مالك يا فطين بتنا ليه؟ ما هقول لك بعد اذن حضرتك يا عم ستيشن. يا عم انس هتقتل هتقتل، هتقطع اربا اربا. مين ده اللي يقتلك ولا يهوب منك وانا موجود؟ بابا. ايه؟ هو قال لك؟ لا. امال مين اللي قال لك؟ لومبروزو. لومبروزو هو اللي قال لي. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير. يعني ما بعدش قادره بقى انت تنزل وتريحني. طالما انك تعبانه قوي كده ما كنتش نزلت النهارده من البيت. لا يا حبيبتي بقيت كويسه خلاص. ربنا يقولك بالسلامه يا مس فوزيه. متشكره قوي قوي يا مس مروه، والله كلك ذوق ورقه تستحقي فعلا تكوني مدرسه موسيقى. محمد علي الكبير قام ببناء الجيش المصري الحديث والأسطول البحري القوي، وأنشأ المدرسة الحربية، وأنشأ القناطر الخيرية، وكان يا أولاد عهد محمد علي من أزهى العصور في مصر. هو أستاذ فاطين ده إيه؟ ما يعرفش يشرح بهدوء أبداً؟ It's over. هو في زي الأستاذ فاطين ولا احترام الأستاذ فاطين؟ رجل عنده ضمير وبيحب شغله وبيعمله على أكمل وجه. يكفي إن هو ما بيديش دروس خصوصية. معك حق يا مس فوزية، مستر فاطين ده إنسان مخلص وحساس ورقيق قوي قوي قوي. يا حبيبتي عندي حصة عن إذنكم. وأنا كمان. صباح الخير يا استاذ سعاد. صباح الخير. جود مورنينج. جود مورنينج. ايه ده استاذه فوزيه، هما مالهم؟ هما كده على طول. اقعد يا استاذ فاطين. ما هذا الذي ترتديه بالله عليك؟ اصل انا كان عندي النهارده حصه عن محمد علي الكبير، ولقيت الاولاد بتستوعب قوي بالطريقه دي، والطريقه دي جايبه نتيجه هايله معاهم. قلت الله، ايه المانع ان الواحد يقرب لهم العصر اللي بنتكلم عنه؟ فاطين تعال عايزاك. لمياء حبيبتي. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ عجبك مش كده؟ قوي. ممكن اعرف بقى انت بتعمل ايه هنا؟ بعمل ايه يا لمياء؟ ما انا قاعد هنا ما عنديش حصص يعني، وبعدين هنا غرفه المدرسين والمدرسات. يبقى يا حبيبي تقعد لوحدك، لوحدك خالص. فهمني ولا لا؟ لا فاهم. جبت فلوس الجمعيه؟ اتصرفت فيهم من عند عم انس اهم. هات. ها نتقابل بقى النهارده بعد المدرسه علشان نروح الهرم؟ ان شاء الله بعد المدرسه نبقى نكرر. اتفقنا، بس ما تتاخريش يا لمياء. استاذه فوزيه ما قلتليش بقى ايه رايك؟ فكره جديده قوي قوي يا مستر فاطين، وكمان فيها ابتكار للتلاميذ. ولسه هم شافوا حاجه، ده انا ان شاء الله بقى ناوي اتطور اكتر علشان التلاميذ تفهم وتستوعب اكتر واكتر. أحمس الأول هو محرر مصر وطارد الهكسوس ومؤسس الأسرة 18، وهي أعظم الأسر الحاكمة في مصر. ولو اتكلمنا يا أولاد عن أصله، فهو ابن الملك ثقة رع تاع الأول، وابن الملكة عاح حتب، وأخو الملك كاموس آخر ملوك الأسرة 17. وهو في سن العاشرة قدكم كده يا أولاد، تولى الحكم بعد وفاة والده وأخيه. يعني كان زئرد قدكم كده يا أولاد، لكنه كان قوي. شفتم بقى يا أولاد ده عظمة الفراعنة. الأستاذة لميس، أهلا وسهلا يا أستاذة لميس. قيام يا أولاد. الأستاذة لميس
بنت الملكة. اقصد موجهة مادة الدراسات الاجتماعية يا ولاد. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. شكرا يا استاذ فاطين، كمل الدرس حضرتك، استرسل. جلوس. ولما وصل احمس الاول الهمام سن 19 من عمره، قاد الجيش وطرد الهكسوس حتى وصلوا الى اواريس عاصمة الهكسوس وهزمهم شر هزيمة، وطاردهم حتى وصلوا الى فلسطين وحاصرهم في حصن شاروهين، ولن يظهر احد من الهكسوس في التاريخ حتى الان. هذا هو احمس الاول، محرر مصر وطارد الهكسوس. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضلي يا فندم، نورت المدرسه. حاجه عظيمه جدا والله يا استاذ فاطين، انا مش مصدقه اللي شفته ده خالص. مش ممكن في مدرس فلته زي حضرتك كده، مبتكر ومتفاني ومحب للماده، ودايما كده بتقدمها بطريقه سلسه للتلاميذ. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يحفظك. يعني انا متشكر جدا جدا، وانا هحاول ان ابذل اقصى ما في وسعي حتى يستفيد التلاميذ. انا بس اللي هيقف قصادي مشكله بسيطه. ايه؟ شخصيه الملكه نفرتيتي. مش ممكن كمان خفيف في الظل يا استاذي العزيز. حضرتك هتبقى نبراس، مثل هيحتذي بيه كل المدرسين. ربنا يبارك لك يا فندم. انت من الرواد يا فاطين. ربنا يبارك لك يا فندم. تهنئتي للمره الثانيه. شكرا جدا يا فندم. السلام عليكم حبيبي. الف الف سلامه يا فندم، نورت والله العظيم. طب كوبايه شاي كانت هديه. الله يخليك. طيب. ميرسي. انت من النبراس. الحمد لله كلهم بيحسدوك يا فطنطن على فطنتك. الحمد لله رب العالمين، شغال وزي الفل. مملك شغال، فرعوني شغال، كله شغال الحمد لله ربنا. ايه ده؟ الهدوم فين؟ الهدوم فين بتاعتي؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ الهدوم. اه لعنة الفراعنة صابتك اهي. بعد كده سوزي هانم دي مشيت بعد ما اديت له الظرف. وعارفين بقى ده معناه ايه؟ هترد اوفف. عارفين ده معناه ايه؟ ما ترد يا كيميا. معناه ايه يا كبير؟ معناه ان شيكو مدريد خلاص فردت كاوتش وفرقعوها. معناه ان فريد بيه خلاص شايفني ما عدليش اي لازمه خلاص. عشان كده بعت العمليه الجديده بتاع الشهر ده لسيد الحاوي. عارفين ليه؟ ما ترد يا برشام. ليه يا كبير؟ عشان سيد الحاوي عنده ميشو. عارفين ميشو طبعا اللي بيخلص وبينهي كل حاجه، وانا عندي قفة رجاله ياكلوا ويشربوا متنحين متنحين كده. اهو بصوا لي كده ليه؟ بصوا لي كده ليه؟ بس انا برضه مش هسيبك تتهنى، مش هسيبك يا ميشو. واذا كنت انت ميشو الحاوي فانا بقى شيكو الساحر. أمرنا يا كبير نبلغ البوليس ده المرة اللي فاتت. حمار وغبي. بياض الحكاية دي محتاجة تخطيط وتظبيط، يعني محتاجة دماغ. أنا دماغ. أنا روح ظبط لي حاجة مع السريعة. شوف أنا ولا أنت يا ميشو. والحاج راح فين يا سوست؟ بعد ما جات له الست سوزي هانم اتصل ببنبوني وأبويا ستيشن، وبعد كده خرج. طب والشغل ايه اخباره؟ مبسوط يا ميشو، بس نفسي يا ميشو بقى تديني الفرصه تاخدني معاك في عمليه. نفسي اطلع معاك طالعه يا ميشو عشان افرح ابويا ستيشن ويعرف انه خلف راجل. هيحصل هيحصل يا سوستا، بس كل حاجه في اوانها. انت عارف يا سوستا ايه ده؟ منصور المخبر بيعمل ايه ده؟ نطلع اشوفه. حاجة ميشو؟ لا خليك واحد. يا منصور. ايه ميشو؟ ايوه ميشو. ازيك يا ميشو؟ ازيك يا منصور عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت جاي تاخد ورد الباشا مش كده؟ لا يا ميشو لا. اه يعني انا متراقب. معلش بقى، اوامر الباشا فؤاد هنعمل ايه؟ لا ما تعملش حاجة، انا تحت امر الباشا فؤاد. يلا بقى منصور ادخل اشرب لك اي حاجه. ما ينفعش يا ميشو. عصير قصب جوه حلو. شكرا يا ميشو. تبلوق مع السريع. الله يكرمك يا ميشو. ليه بس؟ ما ينفعش يا ميشو. Thank you.
اطلع يا ابني.